وفي النهاية جاء هناك مرشح لم نسمع عنه أي شيء، وأصبح يقولون أن أمامنا حزب كبير. كلا، إنه ليس حزب كبير، إنه آلة شريرة، وهناك طريقة فقط لفعل الأمور، والطريقة الوحيدة، أتعلمون ما علموا هنا عن الطريقة الوحيدة التي علمونا إياها؟ لأن لقد علمونا كيف هو سيء السياسة الشيوعية والماركسية وكل هذه الأمور الشريرة، ونحن سنكون قادرين فعلا على استعادة دولتنا، وهذا سيكون بصورة سهلة، لأنكم تدركون ما آلت إليه الأمور من سوء عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد والرقابة الاقتصادية. في خلال الأسبوع الماضي إنه الأمر يتعلق إنه مثل أيام هربرت هوفر، إنه الرئيس الوحيد الذي لم أفهم كيف كان أداؤه. لقد كنت دائما جيدا في أداء الأعمار، وبدأت أدرك أن هؤلاء أشخاص يريدونني أن أكون سيئا للغاية، ويقول إن هذا الرجل سيء جدا، ولكن انصتوا. إذا لم أكن جيدا بما فيه الكفاية، إيلون ماسك هو جيد بما فيه الكفاية، وهو يعمل بصورة رائعة. إيلان، إيلان بالصواريخ التي قام باختراعها، هو يطلقها وهي تعود مرة أخرى من أسبوعين. رأيتك it went through a steel furnace, by the way, but that's what it did. 10,000 degrees coming down at like 20,000 miles an hour. So think of it, a car. هو يتحدث عن كان إيلان يتحدث عن الصواريخ وتسير بسرعة 20,000 كيلومتر في الساعة، ثم وهي بمثابة في ارتفاع 20 طابق، مبنى من 20 طابق، وهي تطير وتعود مرة أخرى. وكنا في ذلك المكان المجنون، وقلت له لا أريد أن أضجرك، ولكن كان هذا الشخص معي على التليفون، وقلت هذا في حج انتخابي. هل سمعتم هذه القصة؟ هل لقد قلتها من قبل في حج انتخابي؟ هل سأقولها مرة أخرى؟ أنا أكره هذا، ولكن كنت أتحدث مع هذا الشخص على التليفون، وهو واحد من أهم الأشخاص في الأمة، وهو يقول هذا عن نفسه. وكان يقول لي سيدي الرئيس، يقولون إن هناك إنك ستفوز بنسبة 90%، ولكن لا أتذكر. إذا ما تذكرون في عام 2016، وقال لي إنه كانت نسبة نجاحي 3%، ثم ذهبت إلى ولاية فلوريا وقلت، ثم بعد ذلك هذه النسبة كسبت جورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية ثم الساحل الشرقي كله، وأصبح الناس أصابهم الجنون. هل تذكرون تلك المرأة التي كانت ترتدي النظارة الطبيعية، كانت تصرخ؟ قلت لزوجتي لماذا تصرخ هذه المرأة؟ سنقوم بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. ولكن هذه المرأة لم تكن سعيدة. أتعجب، أين ذهبت هذه المرأة؟ هل أصابها الجنون؟ ثم بعد ذلك كان لدي هذه النسبة تزداد، وأصبح الجميع يعاني من الجنون، ولكن وفق ما كنت أسمعه هذه النسبة الآن هي 4%، ولكن أنا أريد أن أخذ الأمور أمر مسلم به. ولكن هذه القصة التي معنا، الكرة معنا، ونحن بصدد الفوز، والشيء الوحيد اللي أطلبه منكم هو أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع. إذا ما ذهبتم هناك وقمتم بالتصويت فسوف نفوز. وصدقوا أن هذا سيكون سباقا قريبا، ولكن سباقا متقارب، ولكن هذا لن يكون سباقا متقاربا. نحن على بصدد فوز، ولكن انسوا ذلك، لأنهم لا يقولوا حقيقة فقط. في الواقع أنا لم أصحح هذا لكم، لأنه لا داعي أن يظن الجميع أن هذا الصباح سيكون متقاربا، ولكن كان متقاربا أو لا فهذا لا يهم. يتوجب عليكم أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع، لأننا نحتاج أن نسحقهم. يتوجب على الجميع الذهاب.
على مر الأربع سنوات الماضية قامت كاملة بهندسة واحدة من أكبر أفعال الخيانة كما يفعل أحد هذا أحد آخر في التاريخ. لقد تنازلت عن سيادة حدود الجنوبية وأطلقت عصابة من المجرمين ومن أعتى الناس على حدود الجنوبية، وكنت هنا مع مجموعة هامة من الأشخاص بالأمس. كنت في منطقة بنستيت وكان معنا كانت غرفة ليست غرفة كانت منطقة كبيرة. أنا أحب دائما أقول كم هي عدد المرات التي كان يمكن أن إذا مرزتم إلى أين كنا في ميلواكي في ويسكونسون، كان يمكن أن نكون متواجدين في مساحة أكبر 10 أضعاف من ماديسون سكوير.